البلاد it has total area بمساحة إجمالية of 438,317 كيلومتر، تتميز بميزة أو مساحة إجمالية اللي هي 438. راح نعيدها مرة ثانية، طبعا عنوان اللي هو جيوغرافيك تكست، مصطلحات جغرافية أو نصوص جغرافية، second level المستوى الثاني، department of جغرافية قسم الجغرافية عندنا، the first lecture المحاضرة الأولى اللي number one the location of Iraq اللي هو موقع العراق، the Republic of Iraq جمهورية العراق in the southwest جنوب غرب آسيا، جنوب غرب آسيا between latitudes between latitudes يعني بين خطي خطي أو دائرتي عرض 29 degree 6 minutes and 37 degree 27 minutes north 29 ودرجة و6. طبعا هي تقع بين 37 هي مقلوبة هي بالنا 37 درجة و27 دقيقة و29 درجة و6 دقائق نورث بالشمال، and longitude وخطي طول 38 degree 45 minutes 38 درجة و45 درجة and 48 degree 45 minutes east يعني و يعني تقع بين خطي طول 38 و45 و48 و45 فرومز تشكل ذي استريان تشكل الحدود ذي فرومز طبعا تشكل ذي استريان فرونتر استريان الشرقية فرونتر الحدود تشكل الحدود الشرقية of the Arab countries تشكل العراق الحدود الشرقية للبلاد العربية. عندنا النقطة إنه بتجي تركيا تركيا to the north تركيا من الشمال إيران to the east إيران من الشرق جوردن سوريا and the kingdom of سعودية to the west الأردن وسوريا والمملكة العربية السعودية to the west في الغرب and the Arabian Gulf والخليج العربي كويت ودولة الكويت and the Kingdom of سعودية عربية والمملكة العربية السعودية to the south يعني في الجنوب border تحدها كلمة هنا border تحدها in the unique تحدها يعني environmental تحدها بيئة فريدة من نوعها border تحدها it is unical فريدة من نوعها environmental بيئة هاي البيئة الفريدة من نوعها تتميز ب biological بيئة بيولوجية and social features ومميزات لها مميزات اجتماعية social اجتماعية features مميزات اجتماعية which are like هي عكس anywhere else in the Arabian Peninsula هي عكس ما موجود في شبه الجزيرة تعكس شبه الجزيرة أو عكس ما موجود في شبه الجزيرة العربية Arabian Peninsula شبه الجزيرة العربية طبعاً بننصلى شبه الجزيرة وأربيان العربية صير أربيان بننصلى شبه الجزيرة العربية Crete Rise تتميز to the country it is أو it has a total area of تتميز البلاد يعني العراق بمساحة إجمالية اللي هي 438,317 كيلو متر هنا طبعا جوا انا مترجمها لكم هذه تشوفونها طبعا هذه الخريطه تلاحظون الخريطه طلاب نعم دكتور تركيا تركي ان ذا نورث تركيا ان ذا نورث
and Iran East and Jordan Syria Kingdom of Arabia السعودية، هذه سوريا والأردن والسعودية، هذه في الغرب، and the Kuwait وكينغدم Arabian سعودية وArabian Gulf الخليج العربي والكويت، والجزء اللي هنا موجود من شبه الجزيرة العربية هي حدودها من حدودها طبعا من the south يعني في الجنوب. هنا أنا مترجم لكم إياها، موقع العراق، تقع جمهورية العراق في جنوب غرب آسيا بين دائرتي عرض 29 درجة و6 دقيقة، 37 درجة و27 دقيقة، وخطي طول 38 درجة و39 دقيقة، 48 درجة و36 دقيقة. هناك مكتوب إي يعني إيست يعني شرقا، تشكل الحدود الشرقية للدول العربية، تركيا من الشمال، إيران من الشرق، الأردن وسوريا والمملكة العربية السعودية من الغرب، الخليج العربي والكويت والمملكة العربية السعودية من الجنوب. تحدها سمات بيئية بيولوجية فريدة من نوعها واجتماعية، تمثل هي لا مثيل لها في أي مكان آخر في شبه الجزيرة العربية. البلاد تتميز بمساحة إجمالية اللي هي 438,317 كيلو متر مربع. طبعا هنا في هذا المقطع هنا هي سهلة، يعني من أقول the location of Iraq أنت مباشرة يخطر في بالك عندنا نوعين من المواقع، اللي هي الموقع المساحي اللي هو على الأرض اللي هو latitudes 29 6 و 37 و 27 شمال النورث، وعندنا لونتيديوز اللي هو خطي طول. لازم تفرق بين هنا لاتيديوز ولونتيديوز، بين دائرتي عرض وخطي طول، فاهميني؟ طبعا من اقول فرونتر يعني الحدود، من كلمه فرونتر انت تاخذها بنظر الاعتبار الحدود، بما معناه فروم زي استريان فرونتر يعني الحدود الشرقيه، استريان الشرقيه، اذا اجيب لك وستريان الغربيه تعرف انت شنو الاستريان اللي هي الشرقيه، فروندر استريان او استريان فروندر فرونتر يعني الحدود الشرقيه، تبدي من المملكه من الشرقيه تبدي بس فقط ايران، وفرونتر او ويستريان فرونتر الحدود الغربية اللي هي تبدأ من الأردن والسعودية وسوريا، وعندنا الجنوبية اللي هي تبدأ من الخليج العربي Arabian Gulf والكويت وKingdom of سعودية عربية. هذه يعني تركزون عليها. من أقول لك أنا it is uncle informal يعني انفرومنتال، انكل انفرومنتال يعني معناه اكو بيئه فريده من نوعها. شنو هاي البيئه الفريده من نوعها؟ اللي هي موجوده في شبه الجزيره العربيه اللي هي Arabian Peninsula، اللي هي بيولوجيكال يعني بيولوجيه وسوشيال فيجر، مميزات اجتماعيه تختلف هذه المميزات موجود بها، بس هي امتداد لشبه الجزيره العربيه اللي موجودة بين العراق ومنطقة شبه الجزيرة العربية. نجي إلى الثانية إذا هي population of Iraq. Number two population of Iraq يعني معناها أنه سكان العراق. The current population of Iraq 40,973,483 نسمة. هذا متى؟ عام 2021. زين. بس استناداً، بيست استناداً، هذه كلمة بيست استناداً on world meters، استنادا الى نقدر نقول الى احداثات امميه متحده او تطبيقات العالم او بيانات عالميه. the portion of the list
يونايتد نيشنز داتا، يقول يعني استنادا الى بيانات امميه وضعت البرونشين وضعت اوف ذا ليست الاحدث، ليست الاحدث يونايتد نيشنز داتا، بيانات داتا، بيانات للامم المتحده حديثه، احدث بيانات للامم المتحده. يعني هنا they current يعني يبلغ population سكان of Iraq، يبلغ سكان العراق 40,973,483,000 نسمة عام 2021 based استنادا on world meter. depression وضع depression وضع أو وضعتها of the latest معناها احدث، احدث يونايتد نيشنز داتا، احدث بيانات الامم المتحده. نمبر 2 يعني من ضمن البالغراف ايراد 2020 يعني عام 2020 population استيميتد، يقدر سكان العراق عام 2020 Iraq 2020 يعني العراق عام 2020 population is estimated، يقدر سكان العراق عام 2020 at 40,222,493 people نسمة أو شخص. At made منتصف years according تبعا، يعني في منتصف هذه السنة، طبعا منتصف السنة according to the United Nations data تبعا لبيانات الأمم المتحدة. طبعا هنا based استنادا، هنا according تسجيلات، نقدر نقول تسجيلات أو تبعا لتسجيلات to United Nations data تبعا لتسجيلات بيانات الامم المتحده. صار عندي انا اثنين احتماليه، انه يقول لك سكان العراق عام 2021 صار 40,973,384، احتمال الثاني انه حسب according to the data United Nations حسب بيانات الامم المتحده mid years منتصف سنه 2020 صار العراق 40,222,493. زين إيراد population، إيراد population سكان العراق is equivalent يعادل أو عفوا equivalent يعادل equivalent يعادل 0.52 يعادل يعني 0.52% of the total world population من إجمالي سكان العالم. إيراد population سكان العراق equivalent يعني equivalent يعادل to 0.52 يعني 0.52% of the total world population من إجمالي سكان العالم. هنا إيراد رانكس نمبر، العراق طبعا إيراد رانكس العراق، العراق رانكس المرتبة نمبر، العراق في مرتبة رقم 36، يعني العراق في مرتبة 36 in the list في قائمة of countries قائمة الدول. Iraq ranks number 36 in the list of countries، يعني العراق في المرتبة رقم، طبعا هنا ranks مرتبة ونمبر رقم، العراق في المرتبة رقم 36 في قائمة الدول.
ديبنتنز ان ديبنتنز والتبعيات، يعني الجزر، الدول الصغيره ايضا معنيه بهذا الشيء. باي بوبوليشن، من السكان او بواسطه السكان، يعني ما معناه انه العراق ياتي في المرتبه او رقم 36 في قائمه الدول وتبع التبعيات، يعني تبعيات الدول، الجزر وغير الجزر اللي موجوده بواسطه او بواسطه السكان، يعني ياتي بالمرتبه 36 على مستوى الدول. The population density in Iraq is 93 بار كيلو متر، يعني يقول انه سكان العراق، كثافة سكان العراق، the population density، كثافة population سكان in Iraq، كثافة السكان العراق هي 93 نسمة بالكيلو متر المربع الواحد، 93 بار أو بير كيلو متر سكوير، يعني 93 نسمة بالكيلو متر المربع الواحد. The total land area is، إجمالي المساحة، the total، total إجمالي land، المساحة أو الأرض، area مساحة الأرض، the total land area is 334,320 كيلو متر مربع، إجمالي مساحة العراق 434,320 كيلو متر مربع. هذه the total، طبعا قلنا the total معناها إجمالي land، الـ الأرض، و area مساحة، يصير إجمالي مساحة الأرض هي هذا الرقم اللي قلت لكم عليه، 73.1 of the population urban، يعني يقول 73% واحد من السكان هم حضر، urban حضر، urban حضر، urban حضر، يعني ما معناه ان هنا 29,422,695 people in the 2020، يعني هذا الرقم اللي هو 29 مليون وهذا الكسور هم حضر عام 2020، اي الان 73.1 of the population is urban، يعني ما معناه انه 73.1% من السكان هم حضر، هم حضر، والحضر هنا يعني قايلين بها المقسم ماله 29 مليون و 422 ألف و 695 شخص عام 2020. The median age in Iraq is 21 years. Median age، متوسط العمر، ميدين او ميديان نقدر نقول، ذا ميديان ايج از ان ايراك از 21 ييرز، ذا ميديان ايج ان ايراك از 21 ييرز، متوسط العمر، ميديان متوسط ايج العمر ان ايراك، في العراق هو 21 سنه. نعم ترجمها لكم انا، سكان العراق، يبلغ عدد سكان العراق الحالي 40,973,443 عام 2021 بناء على تفصيل للامم المتحده لاحدث بيانات الامم المتحده. النقطه الثانيه اللي اخذناها، يقدر عدد سكان العراق عام 2020 حوالي 40,222,493 نسمه في منتصف العام، يعني منتصف العام 200 او 2020 اللي الان احنا ذكرناها، ايراد انتم وياي طلاب، مو طلاب انتم وياي طلبه،
طلاب سمعوني؟